تعيش واحد الظرفيه شويه صعبه يعني ماشي في المغرب بوحدو. هذه اولا. وثانيا هو مزيان ان التلاميذ يلتحقوا بالمؤسسات التعليميه، ولكن نظرا للظروف الحاليه انا نتمنى بان وزاره التربيه الوطنيه تعيد النظر في هذه المساله هذه، لان التلاميذ خاصه الاطفال منهم اللي عندهم واحد الفئه عمريه قل من 10 سنوات، يعني هاد الاطفال هادو يمكنش تكونتروليهم وتراقبهم واخا يكون الاستاذ معاهم ولا المدير، لان يعني تبقاو ديما دراري صغار. لهذا انا تنفضل على نظري الخاص ما تنعممش ان تكون التعليم عن بعد، هذا غادي يكون فيه سلامه الاطفال ديالنا وسلامه للاباء اللي عايشين معاهم في البيت، ولا كانوا حتى الجد والجدات هما معاهم في البيت، غادي حفاظا السلامه ديالهم في الظرفيه الراهنه. هذه النقطه ديال النظر ديالي انا حاليا. انا قلت من الاحسن حيت ما حد باقي مع هذا العدد اللي كاين دابا ديال الكوفيد، من الاحسن يقراو في الدار حيت العدد كبير، كل نهار 1200 1300 زعما كاين باقي المرض منتشر بزاف. الا مشاو المدرسه قلت انا غادي عندهم مناعه، الا جاوا للدار يقدروا يعاديو جداتهم ولا جدهم ولا هذا. وانا داري وما عرفش ثاني، هذا وانا داري انا بعدا بالنسبه لي انا. سا ديبون على حسب البيك ديال هذا كوفيد. اذا كان حسب لا سيتياسيون ديال الفيروس، اذا كان طلع ولا داكشي راه خص الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم، واذا كانت القضيه شويه اغرافات راه خص الناس، اذا كانت شويه القضيه ماشي هذيك راه خص الناس يمشيو يدخلوا المدرسه ديالهم، لانه خصهم يحضروا الدروس ديالهم. وانسان اللي حضر الدروس ماشي بحال خدم في الدار، سي با لا ميم شوز، فهمتي؟ الا كان حاضر الدراسه كيكون كونتاكت ديريكت، كتكون ديك لا كومونيكاسيون دو فاس ا فاس مع 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 مع, مع الاستاذ، كتكون هذيك العقل كيكون واحد لو كونتاكت ديريكت. اما الانسان الا قرا في الدار ديالو راه سي با لا ميم شوز. الاستاذ الا كنتي كتحس بيه حداك وكيديليفري لك لا لوسون بواحد الطريقه راه كتحس بيه، وطريقه الاستيعاب ماشي هي في الدار بار انترنت باش تستوعب الدرس، راه سي با لا ميم شوز بالنسبه لك لكان البروف حداك، فهمتيني؟ سي با لا ميم شوز. بغيت نرجع نقرا في المدرسه حيت كاينين داير تما صحابي، وقراي احسن من ديال الدار، فهمت؟ وقرب من الاساتذه والدروس ونكتبوا تما ماشي بحال عن بعد، تما الشرح مزيان ونقدروا نستافدوا اكثر.